طالب حازم سامي سلمان حسنين الحاصل على معدل 99.6 الثامن على القطاع والأول على مديرية شرق غزة من مدرسة يافا الثانوية للبنين. دخلت الجامعة على أساس أسجل في اللي هو كلية الطب. طبعاً لفينا بداية على المكتبة عشان نستقي المعلومات وعشان نشوف التخصصات الموجودة، منها الطب، منها العلوم زي الرياضيات، الفيزياء، لأنها كلها تخصصات مهمة. حبينا نقابل رئيس الجامعة واستقبلنا أحسن استقبال، ثم عملنا جولة جميلة يعني حول الجامعة في المتحف وخارج الجامعة على المباني. تشرف بانضمامي لكلية الطب في الجامعة الإسلامية، طبعاً الجامعة الإسلامية من أعرق الجامعات في العالم ومن أقدمها كمان ومن أحسنها علوماً.